قرآنكينا وحان أنو وحان بريها كجرا إن القرآن كلا دول هذا أم فير فيريو قرآنك وحوقف سنة يا قلبي قاعدة يا مسكح هذا مرقرات هذا إلهي كفانسيو قبيضو قفك قلبي كتاب صدان شعرك قبيضو قفك دوني أخو قبيو أما شكسبير كي إنجليزكو أخو قبيو أما دودان أخو قبيو أما أحمد شوقي أخو قبيو أما متنبي أخو قبيو أما متكرو شيناء أخو قبيو شعر وحو تاب صدوة اللابتا إيا قلبك قفك سينسك إيا علمك إيا عقلك لحظ لأي علمك فافينا وحو لحظ لأ مانك إيا مسكحة وحال دون دون يا وحلحظ لكرم مرقراته عقلك يا قلبك في آن واحد عقلك نقنعية قلبك نقلقلا كديم نقف وإثبتلو وقف كلا نقضو أحد العلماء حولي وجدت القرآن يخاطب كينونة الإنسان وحان أركبوني قرآنك إسابة الله فالقلية الله الله ماشو إنسانك إنسان كيهي إنسانك والكو إنسان كيهي يا قرأ كرا الله أعلم قرآنك ملكة أخير نيسي جرعة كاسرة كعيس حوض النساء قرآنك ملكة أخير نيسي واد أويسا قرآنك ملكة أخير نيسي واد فرحيسا قرآنك ملكة أخير نيسي واد عبسان عيسا قرآنك ملكة أخير نيسي أحباد فهم إيسا أحباد كفر ميا قرآنك ملكة أخير نيسي علمي باكو به ريا قرآنك ملكة أخير نيسي أيام والبوى جديد وعسوبية قرآنك ما بدال ما بباليو لا يبلى علمضنا لا يمل منه العلماء علمضنا كما دال كم مرة سورة الفاتحة أخرنا كل يوم وجديد وليونك إلهي وحفانسي وجديد أدونك الدباتة كجرت إخواني في الله قزة الدباتة كجرت لبنان الدباتة كجرت صوماليا الدباتة كجرت سودان الدباتة كجرت أمريكا الدباتة كجرت يوروب الدباتة كجرت ميل وال أو أدونك لغنو ليه الدباتة دال الدباتة دو والله بنو داد وحا حيثة الدباتة قاجو يدقالو لكن نيوكا دغال يغاجا دال غزة دغال يغاجا دال سودان دغال يغاجا دال باكستان دغال ميلاقا يغاجا دال عالم كإسلام نتوه بضن يورب كندا بريكا بحاك جرا غاجا كالاك جرت غاجا بروح روح دي باقاجونيس إيمان كي باقاجوني عقل كي باقاجوني قيم كي باقاجوني من هذا النبدي بقى جونيسا وحسو دينيسا تذكر قاركود ما حيوان با مسوى بني آدم مركز ركت نين وحكا ضيا مركز ركت نين ناقس كان نقايا نين بوي هاي ناقس كان نقلا وحكولو من كهلا إنا ناقا نقلا كهلا بكولي قرآن كفو وربك يخلق ما يشاء ويختار إلهي ما وحو الرب أبورا وحو الربنا الدورتا أو إساقا يا كهدق وحو الرب أول مرة إلهي كو أبورا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى لبدا لما نهن إلهي ما أبورا كنا كدق ديدك كنا لبوت كدق ناغنين الحياة كلها ومن كل شيء خلقنا زوجين أفلا تذكرون الدون كدن واللبو مارتي حتى بحال كان يمشد مين كورنتا ديني هدون أن هاي السلبي إيقان نو مشد مين وزوجين المها يروحوا كأيمان يا زوجين كل يجيس كما يمكر أيو جيدوه وزوجين ها ويستقل الله حيوانك وزوجين وحب بضاها كنور وزوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين إمك قلائي ما توان البحرية كله ينو
رجعنا لا كذكينا إسكذكين لكن أيام دوي توحد عليه قلوين كان أرد كأولمبيكا نين ناق إسكذكين يبدي نين بوها لكن ناقون عليه هو لما برتهم يترسخ محوك على قبلها دمر جر كير يقولي هذي برقية يقولي يكونوا محبلو هيا الضباشة ولا سيدة هي مرقو تاغي هي وصبه وأغير يب وروح عن بيرا في كيمته أوت مركي وضافة باشي سقعات جاي سيدي سقال سي وانين ده ناق نقدين لنا حيث ويدينا يعني محيا الله نكستو نان نقدين ناوه لبرتمي محيا الله ناوه لترتمي تاوه حكا درنب بالله سوحي دمال دويت وانين اسكننا حدي قال حبسي قال لكيانا المحاطة هالده ناق عن هاي وراه وننا تاي ما ينعمنا قف وحو دورتو يهي بلتو ما هبلي بنا الحرق نجي وقال قاضي هالجي لجي قيبتو دمرك بعد ما عرت النور بنا دوحل لك إسلامي وضع أورلي دمرك يو وضع حامل هذا وحال دوحن محاسبي دين نكي ناكت النقضي بها ناقع وضع أوري محايا لدي قرآن كباحكو قرن في سورة الملك أفمن كان يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم دون ما أنت وحا إسحيا حضارة إسلام كأوتاتك كله وربني آدم إسكاء هذا يقار كله وحا ربنا نقولنا وحا نكبق إياه بعد التمصر إنا سواب حا نقارن هذا أيبا نقولنا ونو أيبا نجعله نتكلم أم بقول هذا وحا نضعنا نقضي طوفار إن هذا الدين هذا بس هو بعيدونه. مركع آدمي جا خلص بكو جرا حجم قربي جا. عالم الإسلام نوح بكو جرا فخر يكاجو. حلس دي الله عليها سؤال شو هتسوي؟ الدوقم حاو حلا كتابك القرآن كاو حلا. يوحي كتابك في السيرة يو أسونها رسولك. حلك للدنيا ما تعلو. وحك الأوردن. واسك هذا الله. هل كان إياه كان يأينو حل نقضه أنك من نبي بسوء بحيدونا يا إلهي نبي بسوء تريدونا كلا وجل خلاص انتهت نبوته وانقطعت رسالات نبي نمدي ورد ما تي رسالاتنا هو قوئين ما حيكو قوئين بمحمد محمدنا يؤدي برسالة دي سي يؤدي بي علمدا ميا ساسان دانا نقو علمدا مي مي علمدا أمد دي سي يؤدي بي ثم أورثنا الكتاب كتابك وحن دحشيني على الذين اصطفينا من عبادنا الضومها يقع كوي أن دورني بان كتابك دحشيني والمسلمون كلهم ما حي قبنا يا مسلمين تمركا ولا الله يوم وإن كتابك فهمان كذب نضطك قرسيا سيو قرسينا وإن نفتينا التغيير كسبعين اسبدل ماشا نصعوا هالكاس سورة الرعد بيهيد ما في الأيام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آية ظهر إنتهى لك وجزء آية وحيد هذا العلم هو دستور التغيير قف كرب إنه يسبدله دستور الراعي الهوي هل تريد أن تتغير مرة بتأينا يسبدشت اتبع الآية آية الرعد سينسكو بديلها صدح جرى جرى المرأة تغيير العقل عقل قال بديلها فهمي قال بديلها صانو فكرينا اللي بدلان صحابته ما حيسميه تصورات كي بدلين عقيدة دي بدلين أركتي دي بدلين فيشن كي بدلين مركابة إيس بدلين أنك وحربنا قيال كينا مركا تبعينه ناي حجاب حلو هل قاسا كبرونا ورسالات التكو هل قاسا كبرونا والقرآن كأخري هل قاسا كبرونا لكن اسكو بدأينا إنا الأرنو ورس بدل حاس كي بدلها وحورو ميسي هوستي أجل مهير ماذا يؤمن ماذا يعتقد كيف يعتقد صوح واركا قف كان بلغه بدلا يا قلبك لبها هي لغه بدلا وحال لغه بدلا درينها مشاعرته قف محو جعل يا محو نعبيه قف كميس جعل ام رونالدينو جعل رونالدو رودو صعد رونالدو جعل ام بجعل كو كسي دبي جعل قف قف هسه جعل ده بحال هذا يسوي حسي تباشي حلقتها سواء هذا ما ذكروا في هذا سواء كنا عيال سواء كنا عيال كسا أو سواء صعدوا
قال له ما هو دعي النبي جعلها سأل لبسته مشاعر ويان قفك جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر جعل أبو عمر أبو عثمان أبو علي أبو أسامة جعل بنت زيدين زيد أبو زيد جعل ابن حارسة سأل نغنى صابوا أكانا فلسأل نغنى زيد بحكم نغنى حب رسول الله إنه رسولك جعل هذا سأل نغنى مشاعر تلي بدلها داري نظر قفك كوبات جعل باسكت بول جعل كما دارين كان زيدين جعلوه باسكت كعيار هجعلانين عيار ديتم كبدي درس كعيار حريف نقوم ماشي قد ما زكاد لكن هجعلانين جعل كما قلبي روحك ما العكت وش قيسو كشقاء لكن هجعلانين وانه الحب الخير ويجرته لكن هجعلانين لقد بدعين واتكتقي وتحبون المال حبا جما واكل كبدل قيم كبدل جعلوه حاس كهذا لكن عبودين عبودين حاس كهذا هذيك ترى ديتك بحق بيحد هذيك ترى صلاتك تجينا تين هذيك ترى هو يدا علاقاتك أقوها أقبلين هذيك رضا أبها ونعديبها لحدين العقل ودرين تنا كده قشة تنا كسيدا كلام فارغ ويا وحد قشة كرتين ماها المها هو جعلوه لكن عبودين والد كاغين وكلو سينين مشاعرت هذا إلهي دارين هذا مشاعرت وإن هذا وحديت كحرن نبي وحود صلى الله عليه وسلم حاوي بدا نوين عمره وحود يا رسول الله أنا والله ما كجعلها اللي هو عن كجعلها هو يدي أباها أبط كيغا إيا الدون كودر لكن نفت ذكا بجعل دارينكي ولي مبسلو نبي وحود عمره ولي أردت مرة نو وعمر بن الخطاب هذا محاسكو بنلسا وعمر محول ما دعي نفط هذا هو هذا عمر مسعون وقوري متقين ومسو فكرين وهبين مسو سيحان مركي هل كيف يسكو بدلي يقول يا رسول الله حتى نفسي محاين نفط كنقات نفط رواك هاجع لها الآن يا عمر نمي كان بصلاة عمر قبر ما دقالك أحد وحال قولي يا بنت ها أبها والد لي ويا مستر ولا كان والد لي ويا مستي وضيق أجينا والد لي ويا مستي إنك أجينا والد لي حوارك قبرناس أبيت بالد لي ولا الكيد بالد لي إنك كي بالد لي وضيق كي بالد لي زوج كي وصفة راح تاعن تاعي وحيتري ماذا فعل برسول الله نبي محمد محل قسمه صدوية معوقة مع صلى الله عليه وسلم اي مشاعر تبركيز بدش وحال يقولي هو بخير كما تحبين وعافمات قبا وابد قبا سيدا جعشها يوياك وحي تري أرونيه اتوسع اتوسع يتري رسولك بالله هركاني ويعرك تقينو بد قبا ودبات بدن اقاني وحي تري يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل مصيبة ولو أنيق يقول نعلي أنيق قدالك معنى ملعي حيث بدي لمركة مشاعرتي بس بديش عقلي إيمانك فكر كيبه اللي بدي لي قلبي كيبه اللي بدي لي محايد مركة حيث بدي لي في صدحات سلوكي رقنك رقنك بس بدي لمركة رقنك هدو إس بدي له وحي كرني قطعي وقوش يغدن بيس قفكم نقل يقف ونكسب لأنه عقلي كيبه يسو بدي لي أنكم وان بدي لي وحان قررنا رقن كان بدي لي عقلي ونس بدي لي قفكم مركو كرميشو جوغو يو إيكادا إما عبون قضاء أريد أسماء مهم إخواني في الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قصر لي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بأنه أمري كذب مركو إسا وكسر لي الله وملائك تيسا كشق إسا عبادة ديسنا أي قصر لي وأنك نقول قصر لي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على إبراهيم في العالمين حميد الله وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عن الستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة ورضي الله عن الصحابة والتابعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع كلمة الحق والدين، اللهم ارفع كلمة الحق والدين، اللهم انصر أهل غزة يا أرحم الراحمين، اللهم انصر أهل غزة ولبنان يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم نزرا عزيزا مؤبدا يا الله. اللهم عليك بمن يظلم العباد والبلاد، اللهم عليك بمن يظلم العباد والبلاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك وخير خلقك محمد وآله وصحبه. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في كتاب الله تبارك وتعالى آية عجيبة جدا من سورة البقرة، وهي الآية 77 بعد 100. تلك الآية تتحدث عن أمر جلل. نحن اليوم بحاجة إلى ذلك الأمر، وكما تعلمون القرآن دستور الله الخالد والذي لا نفاذ له إلى يوم القيامة، لأنه جاء من رب عليم وخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلقنا يعلم ما هي مصالحنا التي يجب أن نحققها في الدنيا قبل الآخرة، والذي يعلم ما هي المفاسد التي يجب أن نتوخى ونحذر منها ما دمنا على الأرض أحياء. أحبة الإسلام، هذه الآية نزلت بعد أن نزلت الآية التي حددت لنا القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطره، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قبلتنا هي الكعبة، هي مكة المكرمة، زادها الله شرفا وهيبة وعظمة. ومن قبل ذلك كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس 16 شهرا، فكانت قبلتهم هنالك. ولكن الله تبارك وتعالى نزل آيات غيرت الكعبة من بيت المقدس إلى مكة، أول بيت وضع للناس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حين نزلت هذه الآيات وقع جدال كبير بين المسلمين واليهود. قالت اليهود: غير قبلة الأنبياء فتوجه من البيت المقدس إلى مكة، وهذا خطأ. ودافع المسلمون ما أنزل الله عليهم، فكان الجدال والخصام شديدا. حينها نزلت هذه الآية
77 بعد 100 من سورة البقرة، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقت ربي. كلمة البر نزلت في الآية كما ترون، ليس البر ولكن البر، ونزلت كذلك في آيات أخرى ذكرت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا تجدون في القرآن كلمة البر في 32 موضعا من كتاب الله، في 32 موضعا من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن كلمة البر هي كلمة جامعة ومانعة، جامعة للخير كله ومانعة عن الشرور كلها. إذن ما هو البر؟ ماذا نعني بالبر؟ البر أيها الإخوة هو نزل مثلا في تعاملنا مع المخالفين للعقائد الذين لا يضروننا في الدين. الله تبارك وتعالى قال لنا أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر كذلك نزل في حق الوالدين، بر الوالدين. البر كلمة جامعة تدخل في كل مجالات الخير، وهي قلت جامعة للخير كله، شاملة للحياة كلها، مانعة لما ليس من الدين كله. ليس البر أيها الأحبة في الله أن تصلي الصلوات الخمس فقط ثم تعمل ما تشاء في الحياة. ليس البر أن تعبد الله في المسجد وتعصيه في البيت. ليس البر أن تطيع ربك في بعض الأمور وتعصيه في كثير من الأمور. ليس البر أن نقيم الشعائر الدينية ونعطل الأحكام الدينية كما يفعل المسلمون اليوم في كل بلاد المسلمين. كتاب الله ليس بينهم حاكما، وإنما هي آراء البشر وأقوال البشر، وآراء البشر هي الفيصل بينهم، وهذا ليس من الدين. ليس من البر أيها الأحبة أن نكون إخوة في القبيلة وأعداء في الدين، هذا ليس من البر. البر هو أن نكون إخوة في الدين والعرق كذلك. ذوي القربى مهم، ولكن أهم منه إنما المؤمنون إخوة. ليس البر أيها المؤمنون أن نتخاصم ونتحارب فيما بيننا، من على الحق ومن على الباطل، أنا من أهل السنة وكل الناس من أهل الباطل، هذا ليس من البر. البر ليس جدالا وإنما هو عمل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله، العقائد، واليوم الآخر، والكتاب، من آمن، والنبيين. الإيمان بالأمور الخمسة، بقي فقط باب القدر، وذكر باب القدر في أماكن أخرى من القرآن: وقدره تقديرا. ثم القرآن أتى إلى أمور أخرى، منها أمور اجتماعية، شوف الإسلام: وآتى المال على حبه لمن يعطي ذوي القربى،
الأقربون أولى بالمعروف، عمك خالك ابن عمك ابن خالك، عمتك خالتك ابن عمتك ابن خالتك، صهرك ابن صهرك، تعطي هؤلاء أولا ذوي القربى. ثم واليتامى، فأما اليتيم فلا تقهر. ثم والمساكين، وما أكثرهم في عالمنا الإسلامي، أن تعطي إليهم ما يحتاجون إليه. المساكين، حب المساكين من الدين، والمساكين وابن السبيل اللاجئين، مثلما نحن هنا لجأنا، هناك أناس يلجؤون إليك في أماكن أخرى. ابن السبيل، وكذلك السائلين الذين يقفون أمامك ويقول لك أنا أريد شيء اليوم، أريد $100 $200، عندي شيء، عندي حاجة. والسائلين، هذه أمور قال عنها علماء الإسلام هي أمور تهذب السلوك الإنساني. ثم القرآن يقول وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. 5 أمور أخرى هي تهذيب للنفس، تهذب نفسك، شخصيتك، تثقل إنسانيتك، تجعلك قريبا من الله وقريبا من نفسك. ولهذا كان الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه حديث صحيح حسن، يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. هذه علاقتك مع الله، اتق الله حيثما كنت. ثم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذه علاقتك بالنفس. ثم وخالق الناس بخلق حسن، وهذه علاقتك مع الخلق. فمن فاز في هذه الأمور 3 فقد فاز، ومن هلك في واحدة منهما فلم يفز، لأن الإسلام دين شامل. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في آخر الآية؟ أولئك الذين صدقوا، أي من تحققت فيه هذه الصفات، صدقوا مع الله، وصدقوا مع أنفسهم، وصدقوا مع الناس، وأولئك هم المتقون. قال العلماء في هذه الكلمة أو في هذا المفردات 3 وأولئك هم المتقون، فيها كل أدوات الحصر، بمعنى أدق، ليس هنالك تقي إلا هؤلاء، وأولئك هم فقط المتقون. فإذا تريد أن تكون من المتقين فعليك بهذه الآية. والآية في سورة البقرة، ونزلت في لحظة جدال بين الكفار والمسلمين، وخاصة بين اليهود والمسلمين، في مدينة، في المدينة المنورة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب، والصحابة لم يجيبهم، وإنما تولى الإجابة عن هذا الجدال الله تبارك وتعالى ليوقف الجدال. نحن نحب الجدال والله يحب العمل، والذين يتركون الجدال لأجل الله يبني الله لهم بيوتا في أعلى الجنان. ولذلك يجب أن نترك الجدل غير العلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أحبة الإسلام، هذه آية عظيمة من سورة البقرة، وسورة البقرة تسمى سورة التقوى. نحن نعرف أن اسمها سورة البقرة وهذا صحيح، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، ولكن فيها ما تريد أن تبشر به الناس وهو التقوى، تسمى سورة التقوى، والله يحب المتقين. أقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولكم، إن ربي لغفور رحيم. استغفر الله، استغفر الله. استغفر الله.